السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن تغيير ثقافة المانح. تعرفنا على مانحة كريمة من مدينة القاهرة في مصر منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي. فاتت لزيارة مكاتبنا في ألبانيا مع وفد مرافق لها من النساء. بدأت حرب الشيشان في الثانية في نهاية عام 1999. كانت قاسية جدا فعادتنا بالتبرع لها. وكانت في هذه الآونة قضية البوسنة وعادة اللاجئين إلى قراهم وبيوتهم قد اختفت من مجال الإعلام والعمل الإنساني على الدولة على الإطلاق، خاصة إيجاد منح لبناء المنازل التي دمرتها الحرب المندلعة في البوسنة ما بين عام 1992 و 1995. فتناقشنا في الأمر في المكتب وكان القرار أن أسافر خصيصا لها في القاهرة محاولا إقناعها بتوجيه منحتها إلى البوسنة وليس إلى الشيشان. كيف كان التعامل مع هذه المنحة؟ كان من خلال هذه الأخلاقيات التي أفرزها عليكم. أولا الاحترام والتقدير لما تقوم به للمحتاجين في كافة بقاع المأمور. اثنين التلطف إليها في القول لأنها سيدة أعمال قوية وحصيفة ولها من الخبرة والقدرة على التعامل مع الآلاف من أمثالي في شركتها. ثالثا المصداقية والشفافية والتوجه الاستراتيجي الفكري في محاولة تغيير فكرة. رابعا البعد الإنساني والمجتمعي لقضية البوسنة وما نتج عنها من ضحايا وكذلك تعذر الحصول على منح لبناء بيوت المواطنين البوسنويين الذين تركوا البوسنة ويريدون العودة مرة أخرى. وتلخص النقاش معها على مائدة الطعام الغذاء فيما قلته لها: أنت سيدة رشيدة حكيمة ولك فكر استراتيجي مستنير وأراء استراتيجية ثاقبة استفاد منها العديد في الأعمال التي تقومين بها سواء كانت في مجال الإعمار أو في المجال الخيري كما عهدناه عنك. إن قضية الشيشان التي نراها في التلفاز ليل نهار قد تبرع لها العامة بأموال كثيرة لأنها أصبحت قضية إنسانية من الطراز الأول. أما أنت أيتها السيدة الفاضلة فلك فكرا استراتيجيا نريد أن نستفيد منه في دعم القضايا الشائكة المنسية والتي لا تذكرها أحد واختفت عن المجال الإعلامي ولا يعرف الكثير من الناس عنها أي شيء الآن. فندعوك إلى تحويل هذه المنحة لقضية إعمار منازل اللاجئين الذين تركوا البوسنة ويريدون الرجوع مرة أخرى إليها. فوافقت والحمد لله. كانت قيمة المنحة $500,000 في هذا العام. وفي العام الذي يليه تبرعت لنا بفيلة لها في أسبانيا قيمتها $250,000. ما هو الدرس المستفاد؟ أولا الاحترام والتقدير والاهتمام والتلطف والمصداقية وتكبد العناء ومشقة السفر وتثبيت قاعدة أن صاحب قرار صرف المال هو الرازق سبحانه وتعالى والرازق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. إذن فاحترام المانح واحترام عقليته أو عقلته هو شيء مهم جدا، وتقديم قيمة المانح ورؤيته للعمل لكي يحاول كل منا أن يغير ثقافة منحته من هذا المكان إلى هذا المكان. جزاكم الله خير والسلام عليكم.